انت مستغرب ان ليلى في الوضع ده؟ لا 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 ابدا، ده تمرين من تمرينات اليوجا. نعم اليوجا، انت ما تعرفش اليوجا؟ لا ولا لا. ازاي تبقى راجل متعلم وما تعرفش اليوجا؟ انا لا اسمع عنها لكن يعني ما درستهاش ابدا. اليوجا دي تمرينات لو الواحد يعملها يقدر يخضع جسمه ويتحكم فيهم. اليوجا معروفة من 2000 سنة قبل الميلاد، لكن أول واحد كتب عنها فيلسوف هندي اسمه باتنجالي. إن سبتها مش هتبطل كلام عن اليوجا. لكن دي حاجة حلوة قوي. هي إيه؟ اليوجا. وما لو عرفتها على حقيقتها تعمل إيه؟ أنا مستعد أعرفها وأدرسها، ده أنا حبيتها خالص. مش هتقدر، ده أنا بقالي 3 سنين أحاول أفهمها مش قادر. لكن أنا فهمتها على طول. باين عليك ذكي. مش قوي، تبقى حدق خفيف. تحب تتعشى معانا؟ لا متشكر قوي. لكن انت ما قلتليش حضرتك شرفت لي. انا اصل قلت يعني اجي اسالكم لو كنتوا عايزين حاجه محتاجين حاجه. وكمان والدتي قالت لي اقول لكم مبروك. الله يبارك فيك. بسلم لي على الست والدتك. الله يسلمك يا فندم. عن اذنك انا مبسوط من اليوم خالص. انا سعيد جدا. قطعت عليها مذاكرتي. تعال اتفرج على ابي سبعيني واحنا بنلبسه عشان يروح يشوف العروسه. لازم يعني؟ ايوه لازم. مش هوطيك يا سبعان، تبقى لطيف مع العروسه علشان تعجبها. يا رب ما اعجبها، انا متهيألي انكم بتزوقوني عشان تبيعوني. وريني بقى يا سيدي القياده. اهي. انت ما لبستش ليه تاني؟ انا مش فاضلكم، انا ورايا مذاكره. معلش انا امتلاك كفايه. لا انا مش هروح وياكم. امال انت رايحه فين؟ انا رايحه اقابل امال صاحبتي. والله انتوا ما حواليكوا فايده. يلا يا سبعاوي يلا يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هي عامله كده ليه؟ عامله يوجا. عامله ايه؟ يو. بعدين اقول لك. أنا ماشي يا حبيبتي، عايزة حاجة؟ فلوس. عينيا الاتنين. اتفضلي. مع السلامة. الله يسلمك. يا دي الغل. القصة دي واحد اسمه فلاديمير نابوكوف. عن إذنك. هلو. أهلا. مين دي؟ دي بريجيت باردو. سيبك منها. دي أختك؟ أيوه. كويس، عرفت اتنين من العيلة. دي بقى فاهمة نفسها فاتن حمامة. هي ممثلة؟ عايزة تبقى ممثلة. تعرفي انا حبيت اليوجا خالص، حبيتها قوي. دلوقتي هعمل تمرين جديد ومش حابب اكلمك. ليه بقى كفاله الشر؟ في تمرينات معينه في اليوجا لما الواحد يعملها ما يتكلمش خالص. انا
انا من النهارده هقرا عن اليوجا. افرضي واحد قال لك كلمه بايخه وانت بتعملي التمرين ده، ما تبيش عليه حتى لو شتمك. عال شوفي بقى، انا اكون سعيد جدا لو تيجي معايا السينما. اذا كنت من اللي بيزوغهم الكليه نروح من 10 لواحد، واذا كنت بتحب تسهري نروح من 9 ل 12. ايه رايك؟ بيقولوا السكوت علامه الرضا. Thank you.